أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم يصحبون؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ ما شاء الله. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. After the ayat that talks about the disbelievers and how they are turning away from